بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا بنعمة ربنا اجذبني وراءك فنجري، وهي صلوة. يعني احنا نقولها لربنا كل ما تلاقي نفسك مكوع في الخط ومش نشيط روحيا، قول له شدني، أنا كسلان في الصلاة، كسلان في الإنجيل، كسلان في الخدمة. ما ينفعش قبلك كده، ما ينفعش يخلص العمر وانا شكلي كده. شدني شدني في اعتراف ضمني، انا مش عارف اجري، نفسي اجري ومش عارف. لو شدتني هجري، بس انت اللي تشد. وطبعا لما قالوا فنجري، ضمنيا انا ورايا ناس، انا في ناس هأثر عليهم، لو انا جريت هيجروا. اي ام تجري على ربنا عيالها بيجروا. لسه بتفرج على بيت، يعني أم عاشت مع راجل متعب جدا 30 سنة، مطلعة عيالها يعني ملايكة حلوين جدا، ودي حاجة مش سهلة، نادرا ما بنعرف نشوف. الست دي قديسة بجد، على قد اللي شافته واستحملته، على قد ما بتحب ربنا بجنون، وغرزت في عيالها الصلاة والإنجيل من بدري، والأمان عوضت كل اللي بيعمله الراجل 100 ضعف بحبها وابتسامتها وانتصارها على مشاعرها وقوتها الروحية. عيالها كأنهم طالعين في أحسن بيت مثالي في التربية، رغم وجود عنصر معطل جدا، لكن بتجري وخلت عيالها يجروا على ربنا. طول حياتها بتجري روحيا، مجتهدة جدا، مركزة جدا، فعيالها أحلى خدام. ليه؟ لأنها هي عرفت تعمل المعادلة الصعبة، كانت بتجري ورا ربنا رغم كل وجعها وإحباطاتها. إذن ده مش مستحيل، فهي جريت وجرتهم معها. عاوز أبتدي بموضوع اجذبني للتوبة. مشكلتنا كخدام لما بنقول توبة، كتير مننا ضميره بيقول هتوب على إيه؟ ما معناها؟ احنا كويسين يعني، لا بنسرق ولا بنزني. فتلاقي في معطل فظيع خبيث موجود في ضمائرنا، هو الرضا الجزئي على النفس، مش حاسس اني وحش قوي. طبعا دي كمان مقترنة بايه؟ بعين شايف عيوب الناس، وشايف ان في ناس اوحش مني كتير. الاتيتيود ده، الموقف ده يمنع التوبة. ودي مشكلتنا، ان خدام كتير تلاقي بيقولوا كلام توبة من غير توبة. ارحمني يا رب، مش طالعة خالص، كريا ليسون ولا ليها طعم، كعظيم رحمتك مش حاسس. ليه؟ انت حضرتك شايف نفسك مش محتاج، وشايف ناس كتيرة ضايعة. فطبعا الوضع ده وضع فريسي مزعج جدا. والحقيقة ان في الوضع ده اي واحد شرير مكسوف من ربنا احسن منك في اللحظة دي، اي واحد شرير بس مكسوف من ربنا احسن منك على طول، زي العشار والفريسي. لكن احنا مخدوعين في ضمائرنا، فعشان كده يا رب شدني للتوبة، لانه كلكم عارفين في اللحظة اللي كنت مكسوف فيها من نفسك قوي صليت حلو. لو تفتكر اي صلوة طلعت بحرارة كان وراها مشاعر كسوف وخجل حقيقي، واحساس انك مجرم ومذنب قوي. في اللحظة دي لما صليت كنت سخن، وكنت ايه؟ بتصلي حلو، كنت مشدود لربنا. في لوقا 15 كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوا. ليه الناس دي بتجري وراه؟ بصوا يا جماعة، اتيتيود الجاري، مين اللي بيجري يلزق له؟ اللي مقتنعين ان هم وحشين، مقتنعين فيدنون منه. فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها
ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده، وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيتي ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. يا رب شدني للتوبة بانحيازك للخطا. تعالوا نحط ثلاث فئات كده قدام ربنا ونقول له يا رب تحب تقعد مع مين؟ خطا، خدام، شمامسة حافظين قوي، كهنة. الإجابة فورا هتبقى إيه؟ خطأ. دي مش دعوة أن أنتوا تغلطوا، مش ناقصة، ما هي الغلط كتير، إنما هي دعوة أنك تكتشف أنك غلط. فانحياز المسيح الواضح للخطأ ده يشدنا، وانت مقتنع أنك خاطي ومقصر وما تنفعش تدخل السماء، ده لوحده يخليك تجري على ربنا، بتتشدله. مرة واحدة ست طيبة كده بتقول لي أنا كل أول ما أدخل القداس أقعد أعيط طول القداس، أقول له أنا ما ينفعش أدخل السماء، بس لازم تدخل طول القداس، ما بتقولش غير الجملة دي، وطول القداس دموع. يا بختها، لأن قناعتها إنها ما تنفعش تدخل السماء، هي مقتنعة رغم ان هي انسانه نقيه، لكن هي مقتنعه. فالقناعه دي مخلياها بتصلي من قلبها طول القداس وحاسه بكل كلمه ومتفاعله مع كل حاجه وحاره في الروح جدا. ليه؟ لانه بيشدها كخاطئه. تدخل واحده بقى ايه، عينها تبص على واحده تانية جايه متاخر، ودي هتتشد ربنا ازاي؟ دي كلها ادانه. يبقى اجذبني وراك بانحيازك للخطا. انت متحيز للخطا، انت بيعجبك الخطا اللي مقتنعين ان هم خطا. وقصه اللي بتغسل رجليك تشهد، سبت كل الموجودين وقعدت تتكلم على الست الوحشه دي وكان ما فيش غيرها، وكنت طلعتها فوق الفريسي نفسه، هو ربنا كده. طب ده مش يخليك تحب تلعب الدور ده على طول؟ ومش هتكلف نفسك مجهود، انت خاطي بالثلث، يعني مش هتحتاج تعمل حاجة زيادة، انت بس تكتشف الحقيقة انا وانت يعني. فهنا ربنا بطبيعته اهتمامه بالخاطي اكتر من البار، بطبيعته كده. ده يخلينا نتشدله، اجذبني يا رب وراك وانا مدرك انك انت بتسيب اللي في ايدك وتركز مع واحد زيه. طب انا عاوز دي. اجذبني وراك لانك بتقول هتطلع تدور على خروف الضال ومش هترجع غير بيه. انا خروف ضال، وانا خروف ما اقدرش اجيلك برجلي، مش عارف السكة ومش عارف اطلع من الحفرة اللي انا فيه، خلاص غرست، انا اصغر واضعف من ان انا نجي نفسي ولا اروح لك برجلي، اطلع دور علي. انا منساش مرة بنت كانت واقعة في لخبطة جامدة قوي وقالت لي خلاص مش قادر ومش قادر احاول تاني وخلاص سلمت، انا ما عنديش غير صلوة واحدة اقولها له، انا ضعت بس انا خروف، انا مش ابن ضال. كانت فاهمة مذاكرة لوقا 15، ابن الضال لازم يرجع برجليه، الخروف لازم حد يشيله. قالت له انا مش ابن ضال، انا خروف ضال. كل صلاة تقول له كده، ترجعني غصب عني، تيجي تشيلني، تدور عليا بنفسك، انا ما عنديش اراده، مش عارفه، حاولت 100 مره ما فيش فايده فيا، انت بقى اللي ايه تسعه، اكذبني. هي ده المعنى، شدني شد لاني خلاص خلصت طاقتي خالص. كمان بصوا بقى، ده مش معناه انه يقول له يا خروف يا، ويشتمه مثلا ويبهدلك منه زوغوك منه تعبه مثلا، بالعكس ده فرحة الراعي بيه، يشيله على منكبيه ويلزقه فيه. بصوا بقى، أكتر واحد يتمتع بالالتصاق بالله هو التائب. احنا مش لازقين في ربنا كفاية، احنا مش شبعانين بيه كفاية، احنا عندنا عدم الأمان اللي كنا بنحكي فيه ده. ليه؟ لأنك أنت مش تايب كفاية. لو تبت كفاية هتسمع الكلمة الذهبية بتاعت اذهبي بسلام،
مش ممكن يبقى في عدم أمان خلاص. التوبة الحقيقية تطرد عدم الأمان، تحل بالسلام جواك لما الدنيا تضرب تقلب خلاص. لزقت له، هو في خروف متعلق في رقبة الراعي هيخاف، متشال في حضنه وهيعولها. فهنا اجذبني بالدلع ده، اجذبني بالحضن ده، اجذبني باللزقة دي، لأنه أنا ما فيش خالص بقى، أنا إيدك والأرض يعني. اجذبني كمان بمنظرك وانت فرحان بيه. احنا ساعات بنسقط على الله صورة غير حقيقية. كتير من الشباب يتخيلوا ان ربنا قرفان منه. مرة شاب كان مدمن يعني، وبما فيها كل حاجة وحشة طبعا، جي قال لي هو ربنا بصيص لي ازاي؟ جيت اجاوب، ام هو اللي جاوب، اكيد قرفان لاني انا قرفان. قلت له انت جاوبت، انت قرفان من نفسك، فانت افتكرته شايفك كده، بس هو مش شايفك كده. ما رجعنا الانجيل، مش دماغك مش رأيك. الانجيل بيقول في الحالات اللي الواحد بيقرف من نفسه قوي ده كده، بيبقى محبوب قوي الناحية التانية. وطبعا اول ما شبعته بالمعنى ده انتصر على الادمان وطلع من الحياة دي. ليه؟ لانه ربنا هيفرح، انا هفرح ربنا. اه طبعا تفرح، ده عنده ملائكة. لا ما يفرحوش، هي هو قال كده، السماء كلها ايه تفرح بخاطي واحد يتوب. شدني بالمعنى ده، ده انا ليا قيمة. مش لو بنيت مدن، لو بنيت مدن ما تفرحش ربنا، انما لو توب تتفرح ربنا. انت عارف معنى انك تفرح ربنا ده؟ انت لما تفرح اهم شخصية في العالم، ولا حاجة جنب انك تفرح ربنا. اجذبني يا رب بفرحتك بيا لما برجع لك، عشان ده بيديني احساس بالقيمة. انا فرحت ابويا، ده احساس قيمة عالي جدا. في داخل كل واحد فينا طفل صغير، وكل طفل صغير عنده شهوة طبيعية انه يفرح الكبير بتاعه. هي طبعا بتتشوه مع الايام، لكن الطبيعي الطفل الطبيعي بيروح البيت عامل شوية شخبطة، بص يا بابا بص يا ماما، عاوز يعمل حاجة حلو. احنا كلنا جوانا الحتة الطفولية دي. فانت قيمتك الحقيقية مش في انجازاتك على فكرة، قيمتك انك فرحته. ومفيش حاجة بتفرحه غير الحتة دي، اللي هي ايه؟ ترجع له، انك تديله فرصة يشدك ليه. ساعتها بيقول أقول لكم هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون لتوبة. وأية امرأة، المثل الثاني اللي قاله، لا 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده، وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. اجذبني يا رب بإحساسك بالمسؤولية عني. عندنا مشكلة في إيماننا، إن إحنا مصدقين فكرة غشيمة شوية، إن إحنا مسؤولين عن نفسنا. ربنا قال بكل الصور أنا مسؤول عنكم، بس ادوني فرصة. احنا مش مصدقين. الإيمان الضعيف مخلينا أنا مسؤول عن نفسي. هو أنت قلت له خليك مسؤول عني وهو قال لك لا؟ هنا الست اللي طلعت تدور على الدرهم، بصوا التعبير اللي استخدمه المسيح، أضاع الدرهم، حس بالمسؤولية، هرجع الدرهم هرجعه. الكنيسة طبعا هي الست دي، الكنيسة أكتر أو قلب المسيح يعني. طب ممكن تشدني ليك يا رب بان انا حاسس ان انا مسؤوليتك، انا مسؤوليتك، انا همك بقى، انا تبعك، خلقتني اتصرف، مش هروح النار، انت مسؤول، انا ضعيف وخيبان وغلط وكل العبر، بس انت مش هتسيبني. مش ممكن يسيبك لو قلت كده خلاص، هو بيعمل كده، هو وعد بكده، هتقلب الدنيا لغاية ما تلاقي الدرهم المفقود وتعمل له حفلة كمان.
وكأنك في صلاتك بتقول له شدني لأني أقرب إلى الجماد من كتر عجزي. أنا زي الدرهم، الدرهم ده بقى لا بيشوف ولا بيحس، ده أسوأ من الخروف، خلي بالكم. أو الخروف شوية بيشوف وبيتحرك، الدرهم لا بيشوف ولا بيتحرك. وفي ناس بتوصل للحالة دي، لو بس حس أنه ربنا مسؤول عنه هيرجع، لأنه مسلوب الإرادة. في واحد يبقى مسلوب الإرادة خالص من كتر الضعف، طب ومال شدني بقى بإحساسي أنك أنت مسؤول عنه. أنا ما عنديش غير دي. برضو مرة أذكر إنسان قال لي، هحكي لك حكاية غريبة شوي، أنا ما كنتش ناوي أرجع لربنا، وبعند بعند عيني عينك، ولا قابل أروح كنايس ولا أسمع وعظات، واللي يجي يهمس بكلمة ربنا أديله في وش. كان بيحاصرني وبيجري ورايا بجد وبيقفل علي وبيفرض علي رسائله، ومعرفتش أزوغ أكتر من كده. بس الإحساس الحلو ده، أنت مسؤول عني لهذه الدرجة، بتكنس علي لغاية ما تلاقيني يعني. اكذبني بالنور، خلي بالكوا هي عملت حركة في المثل اللي قاله المسيح. الست دي عملت إيه؟ أضاءت المصباح الأول. ما هي بيوت زمان ما كانش فيها كهرباء، فبتدورها بتدور على درهم، ودي عشش وكلها تراب وبتاع، فطبعا درهم يستخبى في أي حتة. فعملت إيه؟ جابت نور كده وعلقته، أنديل كده وحطته، فبقى البيت منور شوي. فلما ابتدت تكنس شايف، شدني يا رب انك نور الدنيا حوالي، لان انا مش هعرف اشوف، انت لازم تنور حوالي، عدل الامور، غير الظروف، شيل الحاجات المعطلة، اكنس اكنس براحتك، بس انا مسؤوليتك، اكذبني وراك، لاني مش هرجع لك لوحدي، انا درهم، أنا حتة جماد. كمان اكذبني بإحساس إنك بتفتش عليا باجتهاد. ما أجمل الإحساس إن ربنا بيبعت لك وبيحصرك وبيخبط على بابك ومشغول عليك ومستحملك قوي ومش راضي يسيبك ومطول في عمرك عشان تلحق تتعدل قبل ما تمشي. إحساس مريح. ليه؟ في إصرار إلهي إنك ما تهلكش. إصرار، أصل أنت مش عارف يعني إيه هلاك، مرعب. فاللي عمل كل اللي عمله ده مش هيسكت، هيفضل مكمل لغاية ما يجيبك في الآخر. اكذبني وراك برضو تاني، لما أقول فرحتك بيا لما برجع، بتأكد إن ليا قيمة. الإنسان لما يرجع كده يحس إن ربنا نفسه فرحان والكنيسة فرحانة بيه، يا سلام، ده معنى مش ممكن يلاقيه في حتة تاني. يأتي بقى النص الأخير في لوقا 15. احنا كل ده في لوقا 15 من أجمل إصحاحات التوبة. خروف ضال لازم يطلع الراعي يجيبه، درهم مفقود لازم الكنيسة تكنس عليه وتنور لغاية ما تلاقيه، وبعدين الابن الضال. ده الابن الضال ده بقى ايه؟ ده الواعي اللي زيكم بقى، ده اللي كان خادم، ده اللي ده قبل كده، ده اللي عنده رجلين وعنده مفهومية وعنده كل حاجة. قال إنسان كان له ابنان، أقل أصغرهما لأبي، يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة، فأرسلوا إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، لم يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال، كم من أجير لأبي يبذل عنه الخبز، وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له، يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، لست مستحقا أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبي، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبل. اكذبني للتوبة بمشاعرك. لو عرفنا يا جماعة قد إيه ربنا بتفرق معان إن الواحد ياخد موقف من خطية مهما كانت صغيرة
والسعادة اللي بيسعدها ربنا، ما كناش هنسكت على مشاعرنا الملخبطة، ولا وقتنا اللي ضايع في كلام فاضي، ولا الكلمة اللي تطلع من اللسان ونفوتها لروحنا، ولا طريقة صرف الفلوس ومعتبرين نفسنا ايه ضميرنا مرتاح. لو بس اتغيرنا، خدنا خطوة بس، ده بيطلع وبيجري وبيشيل وبيحضن وبيبوس وبيعمل حفلة، شدني وراك عشان اعرف انه ده التوبة دي طلعت حاجة حلوة قوي، ده انا الكسبان، ده انا ازاي ما بتوبش؟ طيب ازاي اتحرم من الحضن ده؟ شدني بمشاعرك، بالحرية اللي سبتني بيها ارفضك. مفيش حد فينا يقدر يعمل كده مع عياله. كون ربنا سايبنا نغلط وكل غلطة توجعه وتضايقه ويفضل ساكت ومدينا الخير كله وكأننا ناس كويسين، ده ايه ده؟ ايه الدلع ده كله؟ طب شدني بقى، شدني لما اكتشف انه انت ما بتعاملنيش خالص زي ما انا بعاملك، ده انا بتجاهلك بالشهور، ده انا بكروت حاجتك اخر كرواتة، ده انت اخر واحد بتيجي في دماغي، ده انا بدوس على حقك ساعات عيني عينك، ده انا بغلط بارادة وغير ارادة، ده انا قلبي اسود مع ناس معينة، ده انا بتجمل وعندي رياء زي بتاع الفريسيين، وانت بتعاملني كاني قديس، كاني مفيش في الدنيا غيري، وبتجري عليا كاني عريس، وكاني يعني عملت اللي كان نفسك فيه وهو ما عملش ولا حاجة لسه. شدني ليك بالعطاء والسخاء. يعني مرة واحد قال لي كده، قال لي اللي جابني لربنا ذوقه الزيادة. قلت له لا ده تعبير جديد ده يعني. قال لي صدقني ربنا ذوق قوي. قلت له يعني ذوق ازاي؟ قال لي انا غلس وهو يطبطب، وانا عند وهو يغرقني، وانا طنش وهو ما يزهقش، وابقى عامل بلاوي ولاقيه يستر، وابقى متوقع الفضايح والكوارث والعلقة السخنة واستهالها، ولا هقدر ابص في وش ولا اعترض، ولاقيه كأني قديس بينجيني. فقال لي بصراحة اتغلبت بالذوق. طيب ما هو ربنا كده، شدني بذوقك يا رب، شدني بالدلع ده، شدني انك كريم معايا قوي، اديتني حياة سهلة بالنسبة لناس كتير، سطرت عليا في كل الغلط اللي بعمله، باركتني مع اني انا فعلا ما استاهلش البركة. طيب ايه كل ده؟ عشان بس ادخل في حضنك وانا لسه مشغول بالخنازير اصحابي. شدني بالاستقبال الحار. لو ادركنا يعني ايه واحد مكسوف من ربنا، بيعترف بامانة قدام ربنا انه وحش وبيطلب الرحمة بجد من قلبه، استقبال يعني ملوكي، يعني تحنن وركض وقع على عنقه وقبله، هاتوا الحلة الأولى والبسوه جعلوا حذاء، يعني عز مفيش بعده. شدني بالقبلات اللي بيبتدي بيها سفر النشيد، ليقبلني قبلات فمه. مين اللي بيتمتع ببوسة ربنا؟ إنجاز التعبير يعني التائب فقط. ما سمعناش قبلات كتير في العهد الجديد، لكن في مثل الابن الضال وقع على عنقه وقبله. انت مش عاوز كده قبلة إلهية؟ ودي حاجة قليلة انك تشبع بالحب ده. مضيع وقتك في ايه؟ ودماغك رايحة في ايه؟ وخطايا ايه اللي احنا مشغولين بيها دي كلها؟ ده انت عندك ربنا نفسه يديك حضن وقبلات، ويطلع منك الطفل القديم اللي نفسه في الحتة دي من صغره. طب ما تشدني يا رب. هل الابن الضال ده ممكن يرجع تاني للزبالة اللي كان فيها؟ اللي هي هو ممكن بعد الحضن والقبلات. بعد كده قال له الابن، أخطأت يا أبي للسماء وقدامك، لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. اجعل، قال الأب العبيد، اخرجوا الحلة الأولى والبسوا، اجعلوا خاتم في يده حذاء في رجله، قدموا العجل المسمن واذبحوا فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون. يا رب اجذبني بهداياك الغافرة أو هداياك الكتيرة قوي. خلي بالكم المسيح قصد يكسر في الهدايا للابن الضال،
لدرجة استفزت الابن الأكبر، لأن القديسين انبهروا بالحتة دي، أن ربنا بيدينا إيه لما بنرجع؟ بيدينا روحه. الحلة الأولى دي يعني اللبس الملوكي، بيديك روحه، دي حاجة أعلى من تصوراتك. يعني لو اداك مدينة على الأرض ولا حاجة. الحلة الأولى يعني رجعت آدم في الجنة، خلاص رجعت شبهه. والخاتم يقول كده، الخاتم معناه البيت كله ملكك، خلاص الميراث الأبدي، تبقى عامل بلاوي الدنيا وتدخل السماء بعد ده كله ولسه مش مشدود. اجذبني يا رب بالهدايا الروحية دي. هو الغفران ده قليل؟ الغفران ده انت لما تكون عامل عاملة ودخلت القضاء، شوف بقى تدفع ازاي وتسدد عمايلك، وفي حاجات تدفع وفي حاجات ملهاش حل. حتى الفلوس ما تكفيش، هتاخد سجن او هتاخد اعدام. عند ربنا في غفران غير مدفوع التم. طب شدني، ده انا نفسي فيه، ده الغفران المفتوح ده اللي يغطي كل حاجة. انا عشت حافي، كأن الابن الضال بيقول كده، دلوقتي بقى عندي حذاء. خلي بالكوا فرق الحذاء عن الحافي، اصلها عندهم في زمانهم مهمة، او الحافي عبد، الحذاء سيد. فبالنسبة لهم كانت صريحة، بدال عشان كده يوحنا المعمدان قال لست مستحقا ان انحني وايه احل سيور حذائه. يعني انا ده سيدي، ده سيدي، هو السيد بتاعي، ده انا عبده. انا عشت عريان بسبب الخطيه، دلوقتي ليا حله، مش بس مستور يعني، لا ده انت طلعتني جميل في الاخر. انا عشت عبد ودلوقتي رجعت سيد. انا عشت جعان ودلوقتي قدامي عجل مسمن. انا عشت كئيب في عيشه كلها خطايا وخنازير وريحه وحشه ونجاسه طبعا في زمن اليهود، دلوقتي انت بتديني النظافه كلها والنقاوه والفرح شدني بالجو ده، جو السماء بتاعك ده شدني، والداس والتسبحة وقديسين وملائكة وحاجات كده روحية ملهاش بقى أكل وشرب ولبس وكلام فارغ. أخيرا بقى كان ابن الأكبر في الحقل، هو ده اللي ما بيتشدش ده بقى. لما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحد من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا؟ فقال لو أخوك جه فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قتل أفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. قال له يا ابني أنت معي في كل حين وكل مالي فهو لك، لكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. شدني يا رب بقى بدفاعك عني. تصوروا معايا، أنا هتخيل، هل أنا هقوله ده مش في نص الإنجيل فإيه مش هرتق، أنا بس إيه بتخيل. الأب طلع يقابل الواد الكبير اللي مش راضي يدخل، فالابن طبعا متعلق بابه، طلع وراه لأخوه أم استخب لأنه مكسوف من أخوه كمان، فاستخبى بس سامع الحوار. حاولوا تحطوا نفسكم الابن الضال سامع الحوار، يبقى عارف بيتقال عليه إيه وأبوه بيقول إيه. بيتقال عليه إيه؟ أيوة، أكل معيشتك مع الزواني وإيه يعني عمل له حفلة ما يستاهلش، يعني ما يستاهلش، وضيع فلوسك وضيع كرامتك وعيشة زواني. ده تهم تهم تهم، غالبا هو موافق على التهم. الابن الضال ما يقدرش يقول لا ملوش حق، ملوش حق، له كل الحق. المفاجأة كانت في ايه؟ في الدفاع، ان الاب مش شايف كده، هو اول مره يشوف ابوه شايفه ازاي. هو شايف نفسه زي ما اخوه شايفه، انا وحش طبعا، ما انا فعلا ضيعت الفلوس، ما انا عايزت مع الزواني مع الاصحاب اللي قدام دول ايه غير كده يعني.
لكن المفاجأة أن الأب بيقول كلام، أنت ما كسفتش تسميني ابنك، لم تخجل أن تدعوني ابنك بعد اللي أنا عملته. خلي بالكم الولد خبط في أبوه قال له ابنك، إذا كنت فرحان بيه يعني ما يستاهلش بقى ابنك، ومش هقول عليه أخويا أبدا. لكن هو قال له ابني، كان ميتا فعاش، طبعا ابني، يعني بعد كل اللي أنا عملته يا رب لسه بتقول علي ابنك. طبعا شدني بقى بالحتة دي، شدني كده وأنا بقول أبانا الذي، وأنت تقول لي أهلا يا حبيب، أهلا يا ابني، أهلا يا بنتي، وهفضل بنتك بعد ده كله طبعا. واللي حصل ده كله ايه؟ ملوش، خلاص ما انتهى، خلاص مش رجعت بيتك، خلاص شدني بقى، شدني بالكلمة الحلوة دي، ابني وبنتي دي. ومش بيقولها في وشه بس عشان ما تبقاش مجاملة، ده بيقولها من ورا ظهره. الأب قد لا يدرك ان الابن الضال سامعه، زي ما المسيح كان زكى سامع بيتقال عليه ايه بسببه، دخل اليابيت عند راجل خاطئ، فبيتشتم المسيح بسببه، والمسيح ما عندوش مشكلة يقول ده ابن إبراهيم، إبراهيم ده يتبرى منه، لا بالنسبة للمسيح لا، ابن إبراهيم يعني ابن ربنا. كمان لم تجبرني على الاعتذار والتذلل. كان ممكن الأب بقى فيلم عربي بقى، ها، يطلع الولد يقول له اعتذر لأخوك يا ولد، ادي له قلمين عشان ايه، عشان يستاهل برضو، عشان نراضي أخوك برضو، عشان انت تعبتنا وخدت حقه. أبدا ما عرضوش خالص للذل، هو شال المذلة عنه. خلي بالكوا تهزق بداله الأب، تهزق بداله، ودي فكرة فداء. اجذبني بأنك ما وقفتش الفرح بسبب غيظ أخويا وحقده. كان ممكن يقول وقفوا بقى الفرح، طفوا الأنوار، خلاص بصراحة أخوه معاه حق، أو يعني ما جيش بقى على العدل. لا، الفرح مكمل، واللي عاوز يدخل يدخل. وغريب الأب هنا في الموقف، النهاردة يومك يا حبيبي، أنت اللي رجعت، أنت اللي توبت، يا ترى يوم مين النهاردة؟ التائب مش الخادم، الكبير ده خادم على فكرة، قال له كده أنا بخدمك، ارحمنا يا رب، بس ما دخلش ومش فرحان ومش منجذب لحضن أبوه ومش شبعان ولا عايش خالص. الابن الضال هو اللي ضايق كل حاجة. كمان شدني لما تخرج عشان تحاول ترجع لي أخويا وتصلح علاقتي بيه رغم قسوته. تصوروا ربنا يحاول يصلح لك علاقاتك، يعني ربنا بيلملم وراك، انت عملت عمايل سودة، وقعت ناس فيك وكرهت ناس فيك، ممكن تلاقي ربنا بالتوبة يساعدك ويصلح صورتك ويرجع علاقات سوية انت مسؤول عن تدميرها. شدني ليك لانك الجملة الوحيدة اللي قلتها عليا ما تهنيش، ما توجعنيش، جملة بالنسبة لي فيها كل الحق، انت ما شفتش فيا غير ميت وعاش، بس ما شفتش غير كده، ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضلا فوكت، لكن لا قلت ده قليل الأدب وده مستهتر ومعلش أصحابه وحشين ضحكوا عليه، ده مغفل، ده ما فيش ولا كلمة زيادة، منتهى الاحترام للابن الشاطر. حتى ما رضيتش تصدق اللي بيتقال عليه، وما تأثرتش بالتهم. كان ممكن الأب لو أب طبيعي كده يقول برضو الكبير معه حق، لا معهوش حق، فضل يدافع ومتمسك بموقفه، مندمش انه حضن ابنه، مندمش انه عمل له حفلة، مندمش انه لبسه الخاتم، مندمش، لانه هو ده الاب. اجذبني بانك تستحمل الاهانة بسببي والخسائر بسببي. ربنا بيستحمل من المسيحيين اكتر من غير المسيحيين، بيستحمل من اللي محسوبين عليه لخبطة اكتر من اللي ما يعرفوهوش، ولأنه أب طيب مستحمل. إذا نرجع وأقول له اجذبني وراءك فنجري، يا رب حركني للتوبة، أنا عارف اللي أنا بعمله ده ما اسموش توبة، والاعترافات اللي بنعترفها دي يا جماعة ضعيفة قوي، ما فيهاش خجل بجد، ما فيهاش ندم كفاية، ما فيهاش اشتياق لحضن ربنا، ما فيهاش
الجارية بتاعت الأب والابن عشان يتقابلوا ويحضنوا بعض، لأننا زي ما ابتديت الكلام وقلت احنا أقرب للابن الأكبر، احنا راضين على روحنا، احنا شايفين نفسنا أحسن من غيرنا، احنا لا نحتاج إلى توبة. عشان كده المسيح قصد يقولها كده، السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 إيه لا يحتاجون إلى توبة. احنا من دول اللي مش حاسين ان انا محتاج توبة، وللأسف الغالبية اللي في الكنيسة كده مش محتاجة بالاحتياج للتوبة. بس الحقيقة مين اللي في الآخر كان هو اللي محتاج توبة في آخر القصة؟ ابن الأكبر، نظرته سودة وقلبه اسود وواقف برا وفي كبرياء وبيغلط في ابوه، يعني نقدر نحل الخطايا نشركه خالص، بس هو مش دريان. ابن الضال كان دريان. اجذبني يا رب للتوبة لإلهنا كل مجد وخكرة.